يبقى هنا مستر ذا سام اوف اكيوميليتد انجلز ات بوينت بي. البوينت بي اللي عندنا هنا ايكوال 360 ديجري. ونزود يا مستر الجيفن اللي هو مديهولنا اللي هي ال 3 انجلز دول. حضرتك تكمل كده وتعمل كوما وتقوم كاتبهم بعد الكوما هنا. بعد كده therefore حضرتك نبدأ نجيب الميجر للانجل اللي انت عايزها اللي هي the angle EBD. يبقى هنا حضرتك هتبدأ تقول الميجر للانجل EBD equals 360 degree minus the sum of all angles اللي عندنا اللي هما 35 degree و110 degree والثيرد انجل اللي هي 140 degree. مستر حضرتك كل الكلام ده هيطلع equals 75 degree. ما فيهوش مشكلة، بسيط. طيب الكيس اللي عندنا هنا مستر ده سبلمنتري انجل، عندنا ستريت لاين، فلما نيجي نتكلم على السبلمنتري انجل لازم نحدد ان احنا عندنا ستريت لاين وفي انترسكتنج بوينت. فممكن نقول هنا مستر حضرتك البوينت بي سينس ذا بوينت بي بيلونجز تو ذا ستريت لاين اي سي، ونبدا نكمل ونقول له ان انت قلت لنا ذا ميجر اوف ذا انجل سي بي اي equals 116 degree، ونكمل ونقول له and BD ray. كل ده من given اللي هو مديه لنا هنا ال BD ray pi 6 بيقسم او بينصف الانجل ABE ل 2 equal parts. فمن الكلام ده مستر حضرتك therefore اقدر استنتج من كده ان حضرتك ان الميجر للانجل اللي انت عاوزها اللي هي ABD هتكون equal 180 minus ال 116 divided by كام يا ولاد؟ divided by 2. طبعا يا مستر دايركت هتطلع equals 32 degree. وما تنساش تكتب الحالة بتاعتك. الحالة بتاعتنا هنا ايه يا مستر؟ supplementary supplementary. supplementary ممتازين. ال AC straight line intersects with DE straight line at the point B. حضرتك ال intersection هنا عندنا موجودة في ال point B. And the measure of the angle ABD equals to 40 degree. استنتج من كده ايه؟ هتقول له so حضرتك الميجر دي ب 40 يبقى الاوبوزيت انجل بالنسبه لنا هتكون ب 40 اللي هي اسمها ايه؟ اللي حضرتك اسمها هنا سي بي اي. دي الانجل اللي هتطلع ايكوالز 40 ديجري. يبقى هنا حضرتك هتبدا تقول له الميجر للانجل سي بي اي ايكوالز تو الميجر للانجل اللي احنا كتبناه فوق اللي هي ال A B D equals 40 degree. وما تنساش تقول الريليشن السبب vertically opposite angle vertically opposite angle VOA. طب يا مستر هو ادالي معلومه في الجيفن قال لك هنا ان ال BE ray bisects the angle CBF. اكتبها واستفيد منها. هتبدأ تقول سنس البي اي ري باي 6
the angle CBF. طيب ايه اللي هيطلع بعد كده؟ حضرتك سو حضرتك اقدر استنتج ان الاي بي اف هتطلع برضو ايكوالز كام؟ 40 ديجري. يبقى حضرتك هتبدا تقول له سو ذا ميجر اوف ذا انجل اي بي اف ايكوال الميجر اوف ذا انجل اي سوري سي بي اي equals 40 degree. طيب عرفنا يا مستر ان التو انجلز دول ب 40، ايه اللي هنشتغل عليه بعد كده؟ حضرتك هنبدا نكمل ونقول له ان انا عندي اي سي ستريت لاين سينس ان الاي سي ستريت لاينز انترسكت ويز الري اللي هو اسمه بي اف. في البوينت بي، ات ذا بوينت بي، الاثنين بيتقطعوا فين؟ في البوينت بي. يبقى انا هنا مستر عشان اشتغل على سبلمنتري انجل لازم احدد الستريت لاين والري اللي بيعمل انترسكت ويز. طب انا حددت الانترسكتنج بوينت وحددت خلاص الري والستريت لاين، هتقول له سو حضرتك انت عايز تجيب الميجر للانجل مين؟ اللي هي اي بي اف ايكوال 180 ماينس 80 ايكوالز 100 ديجري. يبقى الميجر انا حضرتك للانجل اللي عندنا هنا ديت اللي هو طالبها ايكوال 100. ما تنساش تكتب الريليشن اللي خلاك تجيب ال 100، هتقول له سبلمنتري انجل. في البداية هنا حبايب قلبي في السؤال اللي قدامنا ده، أنا شايف إن أنا عندي two angles و two sides قد بعض are equal. فاضل لي يا one angle يا one side. طبعًا one side مفيش side عندي موجود. مفيش عندي هنا side إلا ال two sides اللي هو قال لي عليهم قد بعض. طب أنا مفيش sides تاني. يبقى أنا فكرة إن أنا يبقى عندي two sides و included angle راحت. ليه يا مستر؟ ما مفيش حاجه انا قايلها، انا مش هقول من دماغي ان ده قد ده. طب هنعمل ايه؟ حضرتك هتبدا تدور على انجل. طب يا مستر الانجل اللي انا هجيبها دي جديده بقى. حضرتك السؤال اللي معانا هنا لاحظ ان انا عندي الترينجل، بص هوريه لك كده الوانه الوان خفيفه شويه، شايف الترينجل ده يا مستر؟ الترينجل اللي في الرايت سايد اللي هو اسمه اي دي سي، والترينجل اللي هوريه لك دوت اللي هو اسمه اي اي بي. مالهم يا مستر؟ حضرتك التو ترينجلز دولت ليهم نفس الفيرتكس. ليهم ايه؟ نفس الفيرتكس. يعني ايه يا مستر؟ الاثنين موجودين عند الانجل ايه؟ الانجل ايه موجود عندهم هما الاثنين، يعني معنى كده ان التو تراينجلز دول الميجر للانجل ايه واحد. طب تعالى نتكلم كده مع بعض. إيه لو انا عندي الانجل اللي فوق دي كومن، يعني موجود عند الاثنين، هل ممكن يبقى التو تراينجلز اللي انا حددتهم دول كونجرنت؟ تعال نشوف. في البدايه هنا مستر التراينجل اللي هو في الرايت سايد اللي هو اسمه اي دي سي هو عنده انجل وعنده سايد وعنده فيرتكس اللي هي الانجل الثاني. يعني يا مستر تو انجل والسايد اللي بيوصل ما بينهم اللي هو الدروين بتوين موجود. يبقى هنا تو دي الحاله اللي عندي. بص كده يا جميل، دي انجل وده سايد وده انجل. حلو.
طب تعالى نروح للتراينجل اللي انا مسحته، اللي انا هعمله لك تاني دلوقتي، بص عليه، اللي هو التراينجل اللي هيبقى البلو ده اللي اسمه A E B. انت اشمعنى يا مستر اخترت ال A E B؟ ما هو اللي قايل لي اسمائهم اهو، هو اللي قايل الاسماء، فانا ابتديت اشتغل على التراينجلز اللي في الانجلز دي، اللي في الثري انجلز، الثري ليترز دول. تعالى كده نشوف يا مستر ايه اللي عندنا فيه. بص يا مستر، ادي الانجل E، والسايد قد السايد الاوبوزيت ليه، وحضرتك الفيرتكس الانجل اللي في الفيرتكس فوق هي موجوده، يعني ده يا مستر يعتبر برضو انجل سايد انجل. يبقى انا هنا يا مستر انا حققت الشرط اللي يخلي التو تراينجلز اللي عندي دول كونجرنت. ايه هو يا مستر؟ سايد اند تو انجلز اند سايد دروينج. مستر ايه اللي هستفيده لما يكون التو تراينجلز كونجرنت؟ حضرتك انا هستفيد ثلاث حاجات. حضرتك في البدايه هتبدا تقول له ان الميجر للانجل بي اللي تحت دي حضرتك ايكوالز تو الميجر للانجل سي من كونجرنسي، والسايد اللي هو داون ده اللي هو اسمه بي اي، حضرتك السايد اللي تحت ده هيبقى ايكوال السايد الدي سي، التو سايدز دول هيكونوا قد بعض، والاي بي كلها هتكون ايكوالز تو الاي سي كلها من الكونجرنسي برضو. يبقى انا هنا لما يكون التو تراينجلز دول ايكوال او كونجرنت، حضرتك بتستنتج بقى الحاجات اللي قدامنا دي. طب انت ليه وصلت للحاجات دي؟ تعال شوف اول طلب كده، هو طالب ايه؟ قال لك هنا البي اي ايكوالز تو السي دي. طب تعالى نشوف كده اللي انا علمته في تحت هنا ايه ده. اول حاجه السي دي، وايه ده كمان يا مستر؟ البي اي. يبقى انا ما اقدرش اوصل للايكواليتي، الايكواليتي سوري، بتوين التو سايدز دول الا من الكونجرنسي بس، دي الحاله الوحيده اللي اقدر اقول ان التو سايدز دول قد بعض. يبقى انا في البدايه لازم اثبت ان هما كونجرنت. طيب تعالى نروح للبارت الثانيه، هو طالب ايه؟ هو طالب البي دي، تعالى بقى نشيل الحاجات دي كده. هو طالب يا مستر ان البي دي ايكوالز تو سي دي. طب فين البي دي؟ البي دي اهي، وفين السي دي؟ السي اي سوري، السي اي ديت يا مستر. طب دي هثبتها ازاي؟ طبعا دي صعبه شويه بس مش قوي. تعالى اقول لك في البدايه هنا حبيب قلبي، انا لسه قايل ان السايد الكبير ده كله من الاول للاخر كده هيكون ايكوال الاي سي من اول لاخر، وهو اداني معلومه ان الاي اي ايكوالز تو الاي دي. طب ايه رايك الاي سي ده كله هشيل منه الاي اي، والاي بي ده كله هشيل منه الاي الاي دي، البارت اللي هتتبقى الريميننج بارت اللي تحت ديت حضرتك هيكون حالتهم ايه؟ ما هيكونوا ايكوال. يعني مثلا هنفترض ان التراينجل اهوت يا مستر وهو اسمه، وقال لك ان البارت دي قد البارت دي، وانا استنتجت من الكونجرنس ان السايد كله من اوله لاخره ده قد، يعني الاي بي مثلا او الاي سي سوري ايكوالز الاي بي. حضرتك لو افترضت ان الاي سي دي من اولها لاخرها ب 5 سنتيمتر، والاي بي من الايكواليتي هتطلع من الايكواليتي سوري هتطلع ب 5 سنتيمتر، وجيت قلت لك انا هنا الاي دي ب 2 وهنا ب 2، مش دي يا مستر مثلا هتطلع ب 3 ودي 3؟ مش هتطلع قد بعض عن طريق ان انا اقول ال5 ماينس ال2 هتديني 3، وهنا ال5 السايد الكبير ماينس ال2 هتديني برضو ال3 اللي تحت دي. يا مستر يبقى انا مستر هنا السؤال بتاعي لما اجي اشتغل عليه هو مركب وتقيل، انا بقول لك تقيل صعب بس محتاج ان انت تركز. الشكل اللي قدامنا ده يا مستر فيه كومن فيرتكس، وتبدا من الكومن فيرتكس تحدد عندك الثري بارتس او الثري كيسز اللي خلوا التو تراينجلز دولت ايكوال. تعال نكتب البروف ونشوف ايه اللي عندنا. في البدايه يا مستر هتبدا تكتب اسماء التراينجل حسب الانجلز اللي هو اداها لك، هتبدا تقول له ان ذا تو تراينجل او اد ذا تو تراينجل او سينس ان ذا تو تراينجل
اي دي سي، والتراينجل السكند اللي عندنا اللي هو اي اي بي ذير ار، حضرتك عندنا وتكتب الثلاث شروط. انا هبدا باول شرط او الفيرست كونديشن بالنسبه لنا، ان الاي كومون انجل، دي تعتبر بالنسبه لنا انجل يا مستر مشترك عند الاثنين. طب نمبر 2 نمبر 3 في الغالب هو اللي بيبقى مديهم لك. نمبر 2 هتبدا تقول له ان الاي دي والاي اي ار ايكوال، يبقى الاي دي والاي اي ار ايكوال ان لينث. طب الشرط التالي الثيرد كونديشن هيبقى موجود برضو عندك في الجيفن اللي هو الخاص بالانجلز اللي هو حددها لك، تبدا تقول له يا مستر ان الميجر للانجل اي دي سي equals to الميجر للانجل اي اي بي. مستر حددنا الثري كونديشنز، تبدا تستنتج من كده مستر we can deduce that the two triangles are congruent. يبقى انا مستر هنا ال two triangles اللي هم اي دي سي congruent to the triangle A E B. مستر طالما انت وصلت للكونجرنسي تبدا بقى تكتب اللي هو عاوزه. هو طالب ايه في اول حاجه؟ قال لك بروف ذات البي اي ايكوال سي دي، واحنا قلنا البي اي والسي دي دولت سايدز بالنسبه لنا في التو تراينجلز، دول البيز بتوع التو تراينجل، هتبدا تقول ان هم from congruency therefore ان الدي سي equals to ال بي، وهتقول له كمان يا مستر ان الاي سي اللي هو السايد من الفيرتكس للسي اللي في البيز ومن الاي بي دولت برضه هيكونوا ار ايكوال، تبدا تقول له ان الاي سي equals to الاي بي. مستر انت قلت لي معلومه، ايه هي يا مستر؟ قلت لي ان البي دي سوري قلت لي ان الاي دي ايكوال الاي سي، الاي دي ايكوالز تو الاي اي اللي هما التو بارتس اللي فوق دي، منها التو بارتس اللي تحت هيكونوا بقد بعض لان السايد الكبير قد السايد الكبير therefore، وتبدا تكتب له على طول البارت اللي هو عاوزها. هو قال لك ايه؟ قال لك هنا عاوز البي دي ايكوالز تو السي. طبعا ده الريكوايرد نمبر 1 وده الريكوايرد نمبر 2.